طبعا هذا احد المساجد القديمه في طائف في مكان اسمه المثناه. لاحظوا لازلنا نعاني من هذه العينات. اكتبوا على المسجد لا وفي اجانب يعني اكتبوا بالانجليزي. واضح انهم يصلون فيه يعني. لاحظوا الكتابات في كل مكان للاسف يعني. طبعا المسجد بدون كهرباء فقط اضاءه طبيعيه من هنا. لاحظوا الكتابات للاسف ما في توعيه، حتى الاجانب صار يكتب، شاف ابن البلد يكتب فاضطر هو يكتب. يعني حتى في لهجات او في عبارات انا ماني عارف من اي دوله يعني، لكن واضح ان اي شخص يجي هنا ومسلمين المشكله، يعني ما يدخل المسجد هذا الا مسلم. ومع ذلك لاحظوا الكتابات حتى على مكان الامام. بسم الله ونعم الوكيل. لاحظوا الكتابات في كل مكان. طبعا سقفه مرمم بالكامل، لكن المسجد ما شاء الله تبارك الله تحس فيه روح ايمانيه يعني قديم. الاخوان اللي يشخبطون، تحب تشخبط لا تشخبط، حط الكاميرا امامك قول انا وصلت هنا، انا صليت هنا، خلاص واحتفظ هذه لنفسك وانشرها في اليوتيوب اذا تبغى تنشرها او لاصحابك الى اخره. ما يحتاج الكتابات والشخبطه هذه، خلاص انا صورت الان قلت انا هنا، فصور يا اخي وريح العالم من شخبطتك هذه. والله ماني مستفيد منها انا كزائر، والله ماني مستفيد منها. حتى لو جاء صاحبك محمد خالد علي طلال، من انت؟ في 20,000 واحد بنفس الاسم. فالله يرحم والديك. السعودي قبل الاجنبي، السعودي هو اللي سبب الكلام ذا، يجي يكتب العبارات يجي الاجنبي يشوف يحسب الموضوع انه كتابه ما يدري، فيشخبط ويمشي. علي عند احد معالم الطائف اللي هو قصر بوقري، يقول لك يعود لآل عائلة آل بوقري. طبعا سكنوا في الطائف وكانوا من الاغنياء، وهذا هو قصره. طبعا المعلومات ما هي من عندي، هذه اخذتها من جوجل، والله اعلم صدقها من كذبها. تقريبا يقولون موجود داخله 25 غرفة وست دورات مياه واربع مطابخ، استخدم في بناء الابواب والشبابيك شجر العرار. طبعا شجر العرار يتحمل. طبعا المبنى للاسف مغلق، مغلق بالكامل، يعني يمكن اصحابه غير مهتمين او السياحه ممكن ما تواصلت معهم، لكن معلم سياحي تاريخي يعني لو فتحت ابوابه انا اتوقع في خلال سنه يرجع مردود القصر بالكامل. سبحان الله الناس عندهم فضول وانا منهم، عندي فضول اشوف بين الاغنياء سابقا. طبعا هذا المدخل الرئيسي وهذا الشبابيك، تقريبا اللي مكتوب انه 40 شباك متفرق. طبعا زمان ما كان في تكييف، كان التكييف طبيعي فقط، فك الشبابيك ذي والبيت يبرد. لو تلاحظون يعني شوف تقريبا ارتفاع الشبابيك اتوقع 3 متر او اكثر من 3 متر، ممكن 3.5 الى 4 متر كل شباك، وهذا تقريبا مترين او اكثر. طبعا تصميمه جميل جدا جدا جدا، واتوقع من الداخل شيء فاخر، لكن سبحان الله ما أراد الله سبحانه وتعالى أن ندخل أو يكون مفتوح ويسمحوا للزوار والسياح بمشاهدته من الداخل. القصر روعة بمعنى الكلمة، يعني منظر خارجي رائع فما بالك بالداخلي، بيكون أروع وأجمل بمراحل. لاحظ الباب، لاحظ ضخامة الشبابيك، متر مترين ثلاث أربعة متر، يعني بمنظوري أنها أربعة متر أو أكثر شباك الواحد. طبعا استخدم خشب شجرة العرار في استخدام الشبابيك والأبواب. طبعا هذا من الجانب الآخر، هذا الباب الرئيسي تقريبا أول جانبي وهذا الباب الرئيسي. لو تلاحظون هنا أنه يعني أتوقع رمم قريب قريب، الله أعلم يمكن 40-50 سنة ما أدري، بس أنه قريب ترمم عتب حديد. ايضا هذا قصر الدهلوي، طبعا ما له مكان للدخول. طبعا هذا بني عام 1315 وكان لعائلة الدهلوي، وسكنها الملك فهد الله يرحمه يوم كان ابوه في الطائف اللي هو الملك عبد العزيز، هذه حسب المعلومات اللي موجودة في جوجل. طبعا ما له اي طريق، عبارة عن سور مقفل بالكامل، يعني لو لقيت طريق دخلت وصورته من الداخل، لكن للأسف ما فيه لهذه
هذه المنطقة صور منها لأن فيه سكن حوله حوله. طبعا هذا القصر واضح أن فيه مباني حديثة بداخله، لكن القصر كبير. شو امتداده؟ امتداد الحوش طبعا إلى هناك تقريبا. أيضا من القصور التاريخية قصر محمد الصبان، طبعا كان من الكتاب والمثقفين في منطقة مكة المكرمة. طبعا المبنى مختلف عن المباني الأخرى، شكل الريفي، طابع فيه الطابع الريفي. مبنى كبير وضخم كامل، حاولت أدخله من جميع الجهات مغلق، فقلنا نصور لكم بالكاميرا عن بعد. طبعا برضو بني في نفس السنة اللي بني فيها القصر اللي قبل شوية، تقريبا 1889 أو 1989 تقريبا 1900، يعني 1315 هجري، يعني هذه حسب جوجل والله أعلم. يعني طبعا ما أنا لست باحثا عن التاريخ يعني، لكن أحب الأماكن التاريخية وزيارتها، لكن أبحث عن التاريخ لا والله. طبعا المبنى مختلف عن المباني الأخرى، يعني في هندسته ومعماريته، فيه قبب شكل هندسي تتكلم تقرب 100 سنة، كان فيه هذا الإبداع يعني. وهذا المباني الجميلة اللي زرتها اليوم. حاليا عند قصر محمد الكاتب، وسمي أيضا بقصر النيابة، طبعا موجود في الطائف، شيء جميل وفاخر طبعا. وسكنه طبعا بعدين أحد أكثر من أمير، يعني سكنوا الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز 3 سنوات تقريبا فترة الصيف. مبنى ضخم جدا جدا، طبعا من الأبنية التاريخية اللي ما توقع وزارة السياحة اهتمت فيها، يعني لا اهتمت فيها من الخارج ولا من الداخل ولا رممت. يعني أتوقع هذه اللي رممت معلم سياحي تاريخي عظيم، أتوقع مو بس السعوديين يبغوا يزورونه، جميع سكان العالم. طبعا هو 3 أدوار، صمم على الطراز المعماري الروماني. طبعا اغلب الشبابيك، طبعا زمان ما في تكييف فكانوا يستخدمون الشبابيك للتهويه، لكن ذا الباص مخرب المدخل صراحه. المكان جميل ومقابله حديقه المدرسه النموذجيه، كان تاريخي يعني فوق الروعه، لكن ذا الباص مفروض يشيلوه. روعه روعه المكان، يعني اللي يحب التاريخ لا تفوته الزياره في هذه الاماكن. مربع كامل كله قصور تاريخيه، وسكنها شخصيات بارزه وامراء في هذه المنطقه. طبعا اتوقع انها كانت مركز مدينه الطائف. طبعا المبنى عظيم جدا، يعني شبابيك وتطريز، وصراحه شيء فاخر. طبعا قصر ما كان يسكنه الأمراء إلا كان يعني قبل 100 سنة، اللي هو يعني شيء يعني فاخر، أو ما حد راح يضطر يسكن يعني. شبابيك أيضا تقريبا 4 متر أو أكثر كل شباك. هنا تلاحظون سطحات خضراء، كراسي تقدر تستظل وتجلس هنا، يعني تستمتع بالمكان. المكان فعلا جميل. المفروض الأماكن هذه والله العظيم تستغل تاريخيا وسياحة. أنا أصور وأنا مستمتع فعلا، مستمتع يعني، مستمتع من الخارج. كيف لو دخلت من الداخل تشوف الأولين، يعني التجار الكبار والأمراء كيف ساكنين وكيف كانت حياتهم، يعني شيء فاخر. طبعا هذا الباب من الجهة الخلفية أغلق ببلوك، أتوقع الباب تكسر أو كل ما حاولوا يقفلونه فتحوه قالوا نقفله بالكامل، لأنه بالخلف ما حد يدري عنك وبتدخل، لكن في الأمام هناك أمام الشارع فالناس يمكن ما تدخل، لكن هنا يدفونه ويكسرونه ويدخلون. نفس المشكلة، ذكريات وجوالات. المبنى جميل، لاحظوا بلوك، يقفلوا ببلوك عشان الناس ما تدخل. يعني هذا في دليل أن الناس تبغى تشوف المكان، فاسمح يا أخي استثمر، رمم قصور أقدم من كذا رمموها وصارت معلم سياحي للدخول. هذا شباك مفتوح، كمان راح تكون الإضاءة جيدة يعني.
لاحظوا كيف تصميم روماني عظيم، السقف سبحان الله. يعني أنا مندهل صراحة، المكان والله العظيم رائع. طبعا أقدر أدخل، لكن بما أنه ممنوع أنا ما راح يعني أدخل. معي كشافات أقدر أدخل وأصور من الداخل، لكن نحترم القوانين والأنظمة. هذا القصر من الجهة الأخرى، طبعا من أربع جهات، من أربع جهات، ما حد يسكن فيه من أربع جهات. الشارع اللي هناك الشارع الرئيسي زفلت، وأما الثلاث جهات هذه عبارة عن أرض فضاء، يعني هنا أرض مزروعة، وهنا أرض ترابية، وهذه أرض ترابية، وأمامها مدرسة طبعا. يعني يقدرون يستغلون هذه مواقف، مطاعم. يا أخي صراحة حكومتنا لا زالت مقصرة في الجانب التاريخي. وأحيانا يجيك مضايقات، يعني شوف أنا موثق مثلا أتكلم عنه، تجيك مضايقات، يعني يمكن لو شفنا عسكري يقول إيش عنده، ممكن ما فيه. يعني أنت قاعد تنقل شيء جميل لبلدك، توثق شيء جميل لبلدك، والآن السياحة يعني مفتوحة، ولم يحد مسلمان سمح بالسياحة الخارجية يجون عندنا هنا. فمفروض احنا ابناء البلد نذكر الاشياء الجميله والتاريخيه عندنا بطريقتنا، مو بطريقه القنوات. القنوات تختار زاويه معينه ومكان معين واشخاص معينين، لا، احنا نذكرها احنا ابناء البلد بطريقه معينه، بطريقتنا الخاصه، بدون اي تصنع. نذكر الشيء الجميل جميل والشيء السيء سيء. فدائما الواحد يحاول ينقل الجانب الايجابي في كل مكان، لكن الجانب السيء برضه لازم تذكر. أنا ذكرت الجانب السيء أنك ما راح تقدر تدخل، المبنى مهدم بالكامل، ما في أي استثمار ولا في أي اهتمام ولا في أي كتابات على المبنى تبين لك أنه تاريخه، متى أسس ومتى أغلق ومن سكنه إلى آخره. كلها نبدأ نبحث عن المعلومات إحنا شخصية بنفوسنا. فمفروض أقل حاجة لوحة أمام المبنى تكتب فيها المبنى ذا سكنه فلان وكذا كذا إلى آخره. لاحظوا النخلة ذي سبحان الله جنب الجدر، جنب الجدر، يعني ما في أي مسافة. سبحان الله، شوف كيف إلى الآلة. وهذه الحديقة ما شاء الله تبارك الله. هذه بلادي الجميلة، لكن أتمنى أنها استثمرت بشكل إيجابي تخلينا أنا وغيري وجميع السياح السعوديين قبل الأجانب بالاستمتاع بهذه الأماكن، يعني ومعرفة التجار السابقين كيف كانوا يسكنون، أول مرة كيف كانوا يسكنون، وش إمكانياتهم، وش كانوا يسوون زمان، يقدرون يسوون زمان أكثر من 100 سنة، ومبنى فوق الروعة. قلت لوحة معذرة ما شفتها إلا الآن. طبعا هذه معلومات بسيطة، موجود التواريخ كثير عن بعد المكان. والله أنا طبعا بروح بغير الموقع، ولازلت متأثر بالموقع، أتمنى أنه يستثمر. لازلت معجب وأتمنى الجلوس عنده صراحة، لكن نبغى نكتشف أماكن أخرى. الله يوفقنا وإياكم. طبعا حاليا نحن عند قصر الكعكي، طبعا من احد القصور التاريخية التراثية في منطقة الطائف. طبعا بناه محمد بن عثمان القرشي، سكنه هو آل الكعك. طبعا القصر هجر، وكان يأجرونه في مواسم الصيف على المصطافين عام 1358 هجري. طبعا القصر ما شاء الله تبارك الله ايضا من القصور التاريخية في الطائف، كلها حول المربع هذا، بينهم نص كيلو، كيلو، 2 كيلو إلى آخره، طبعا على الطريق العام. لو كتبت في جوجل ماب القصر الكعكي راح تلقاه. كالعادة كلها مغلقة، ما لا يمكن الدخول لها طبعا. وطبعا خلف المبنى حوش كامل، طبعا هذه الواجهة، ومن الداخل في حوش كبير جدا يمتد على الطريق العام. المبنى ضخم ما شاء الله تبارك الله. مقفل بقفل.
لاحظوا يعني تلاحظون حاجة الألوان أخضر برتقالي أزرق، يعني كانوا مهتمين مسألة الألوان. الآن تجي البيت كله لونه ولونين، لاحظ يعني أربعة أو خمسة ألوان متداخلة بعض ومعطية شكل جميل. لاحظوا الرسم هنا نقش بسيط لكن سبحان الله من بعيد له نظرة غير. حتى تلاحظون الشبابيك فيها نقش يعني جميل صراحة، أشياء تراثية. لاحظوا السقف طين، وتوقع رمم بعدين الله أعلم، طين أتوقع وسعف نخل أو جريد ما أدري بالضبط. طبعا هذا منظر القصر عن بعد، شيء جميل ما شاء الله لكن لم يستغل. لاحظوا البلكونات، بلكونات على الطريق يعني. أنا موعد النوم اليوم الثالث على التوالي في الطائف. طبعا كنت شاب نار والآن فرقت النار والعدار رميت هناك. طبعا ملاحظة، اللي بينامون في الخلاء وجنبهم نار ما أنصح، لربما تهب الرياح عكس وتحرق عليك الفرش أو الخيمة وتسبب في وفاتك لا قدر الله. لذا إذا كان معك موية انثر عليها ماء، والعدان الحطب بعده عن بعض.